إدارة الحي الجامعي لم تمنع الطلبة المكفوفين من التسجيل، بل هناك شروط. الشروط ما بتسلوش لها كما كنقولوا أو قوانين أو نظام داخلي ديال المؤسسة. فيما يخص هناك تسجيل بعض الطلبة اللي راهم تسجلوا من هذه الفئة هذه اللي كنتكلموا عليها، اللي هما الطلبة المكفوفين دائما. إدارة الحي الجامعي منذ فتح الأبواب ديالها سنة 1978 كتعطي واحد الأولوية خاصة لهذه الفئة الاجتماعية، اللي هما الطلبة المكفوفين، الطلبة المعاقين، وهذه بشهادة ديال بعض الطلبة اللي نفسهم نيت من هذه الفئة هذه الاجتماعية. حنا كما كنقولوا إدارة الحي الجامعي كتسير بواحد القانون اللي هو واقعي منطقي. كاين طالب اللي كما تنقولوا كيدرس في سلك الإجازة، عنده الحق ديال 3 سنوات في السكن، وزادوا القانون عامين ديال سنة الماستر و3 سنوات فيما يخص سلك الدكتوراه. إذا هنا كنجمعوا هذه السنوات هذه كاملة، يعني 8 سنوات. الطلبة المكفوفين كما كنقولوا سوف السنوات القانونية ديالهم ديال السكن في الحي الجامعي الدار البيضاء. كاين اللي سكن 6 سنوات، هنا القانون ماشي كيمنع، كيحتم على الإدارة أنه ما كيتسجلش ذاك الطالب، لأنه الأمور واضحة، لأنه خص طالب آخر يجي باش يستافد من هذاك المكان هذاك ديال السكن أو من هذاك السرير كما تنقولوا. كانت مغالطات في الوقفة الاحتجاجية، حنا كنوضحوا بعض الأمور اللي هي قانونية. إدارة الحي الجامعي متشبتة بالقانون ديال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية عفوا فيما يخص السكن، وراه تسير جميع الطلبة بالمساواة، وكتولي واحد الأولوية خاصة لهذه الفئة هذه. إذا هنا حنا كنتفاجئوا كما كنقولوا كموظفين داخل إدارة الحي الجامعي، وخصوصا مصلحة الشؤون الطلابية بهذه الإدارة هذه اللي تم الذكر ديالها. الباب مفتوح، حنا كان الباب ديال الحوار، طلبة منهم راه تسجلوا، عندنا الملفات ديالهم داخل المصلحة، ربما راه غادي تطلعوا عليها. الإشكالية في كاينة، الإشكالية هي في قانون ماشي فينا حنا. حنا ما عندنا حتى شي إشكالية مع الطلبة هادو، بالعكس حنا كنوليو واحد الأولوية خاصة من الباب الرئيسي، بداية من الباب الرئيسي من الدخول ديالهم. ربما راه كان يرافقهم سيكوريتي كما تنقولوا من الحراس ديال الأمن الخاص إلى حين التسجيل ديالو، وهنا كنخيروهم حتى في لي شومبر في كيسكنوا، راه كيتم كما تنقولوا كتعطاهم واحد الأولوية، هما اللي كما تنقولوا يختارون الغرف التي سيقطنون بها إذا حنا كيبان لنا كإدارة ما عندناش إشكال، القانون واضح في هذا الباب هذا، اللي عنده الحق ديالو راه غادي ياخذو، اللي ما عندوش راه القانون كيسري على الجميع. الحي الجامعي ديال الدار البيضاء اللي هو واحد مؤسسة اجتماعية حيوية كتقدم الخدمات للطلبة القاطنين، كتقدم مجموعة من الخدمات للطلبة القاطنين بما فيها الإطعام والإيواء، وكتوفر لهم الشروط فاش يديروا الرياضه وفاش يراجعوا في المكتبه ديالهم وهذا، والتغطيه الصحيه. كيتوفر الحي الجامعي على واحد المركز صحي جامعي من الطراز الرفيع اللي كتوفر فيه جميع الشروط باش ديال التطبيب ديال الطلبه. وشروط الاستفاده من الحي الجامعي ان المكتب الوطني للاعمال الاجتماعيه والثقافيه دار واحد منصه الكترونيه كيتقدموا فيها الطلبه بالطلبات ديالهم كتسجيل اولي، من بعد كتحلل هذوك المعطيات اللي دلو بها الطلبه مع الملف الاصلي هنا في الحي، وعاد كيديروا اللائحه الاوليه واللائحه الثانيه باش يديروا الايواء للطلبه. بالنسبه لشي دي تريتمون فافور ديال اللي كيعطوا اللي كتعطي الاداره الحي الجامعي لشي طلبه المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصه، انه وفرت لهم الولوجيات ديالهم. وبالنسبه للمطعم انه كيستافدوا بنص الثمن ديال الوجبه، وبالنسبه للايواء كذلك انه كيخلصوا النص كما كيخلصوا من عكس الطلبه الاخرين بعد ما كيدلي الملف الطبي ديالو. ووفرت لهم اداره الولوجيات ديالهم والمرافق الصحيه ديالهم اللي كتناسب مع الحاله الصحيه ديالهم. واداره الحي الجامعي لحد الساعه راه استقبلات ما مجموعه ديال الطلبه المكفوفين ذوي الاحتياجات الخاصه 21 طالب، بقات واحد الفئه ديال واحد 10 طلبه اللي الملفات ديالهم اونكور كنتسناو يدليو بالوثائق ديالهم باش يجيو يكملوا، والا جاوا من اليوم احنا مستعدين نلبيو لهم الرغبه ديالهم. بالنسبه لواحد 7 راه كاين فيهم اللي فايت 6 سنين، كان فيهم اللي فايت 7 سنين، كان فيهم اللي فايت 8 سنين وباغي يبقى في الحي الجامعي. حنا
الاداره ديال الحي الجامعي مضطره باش دير القانون، لا بالنسبه للطلبه، لا بالنسبه الطلبة العاديين والطلبة المكفوفين، وبالنسبة لي تريتمون فافور اللي كدير اللي كديرها معاهم راه ممكن يجي من اليوم الى مستوفر لجميع الشروط، واخا التاريخ ديالو مازال ما وصل شيء راه ممكن نستقبلوه من اليوم.